وشجرانو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابو عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي ما نعاول ومال حبيبي مالو قولولي وشجرانو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابو عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي ما نعاول يا ولد حرام عليك والله حرام عليك ضيعت المال هذا شوي شو القصة؟ شو بكي؟ ليه البكي؟ شوفي شوفي ماشي لأنه هيك متضايقة من حالي. متضايقة من حالك أو متضايقة على حالك أو في شي زعجك مع رفقاتك أو في شي تذكرت شي؟ شوفي خلص لا بدنا نروق بدك تقولي لي شو بكي؟ ماشي بس لأنه هيك ما غنيت منيح بالبرايم. بالبرايم ما غنيت منيح؟ بالبرايم انا جات كمان حضرته تيونينج وايز كان يعني ل 85% منيح. الفكره غلبطت بجمله نطرت الموسيقى بس برافو كمان هذه لعبه ذكيه يعني في كثير فنانين ممكن يعني يصير معهم هذا الشيء يعني نحن كمان السيستم نحن مش فرقه موسيقيه والفرقه بتلحقك لا نحن عندنا ميوزيك عاملينها باستوديو انتم عم تمشوا عليها بنسميها ما نسميها لحظه بس رجعت ردات ما في مشكله وهذا الشيء هذه نقطه ايجابيه انه دغري صلحتي عرفت انه مش انه ضعت وسكت ومشيت الموسيقى كله جمله مش كانوا انا بقدر اعطي احسن من هيك بكثير ما انا بقدر احس بالغنية اكثر يعني حقيقه بقدر اغني احلى من هيك انا عم بقول لك بالغنى ما كان في مشكل الا حدا ما بدي هيك بين اوكي ما بدنا نضلنا حاسين حالنا محبطين بدنا معنويات عاليه وبدنا نكفي هيدي لعبه بدنا نكفي فيها للاخير لاخر تكه عرفتي انه هيدي هذا من شروط اللعبه انه انت تكون حاسه حالك مش داون وما تحس حالك اقل من غيرك لا انت عندك كثير اشياء وعندك كثير معطيات عم تعطيها وعندك كتير اشياء منيحة عم تقدر تعطيها وما تستقلي لا بصوتك ولا بأدائك ولا حضور أدائك بهذا الشيء بس هذا اللي مبكيك هلأ عم تفحش ساعة ايه كنت جوا بس هذا لهذا الشيء أو تذكرت شيء لا بس هيك أو اشتقت لحدا لا بس هيك هلأ اشتقت لهم أكيد لمين؟ لأهلي بس كمان أصحابه أصحاب وأحباب وأحباب ماشي الحال أو جنرال حاول يكوني بعد أحسن وأحسن هذا الأسبوع أكيد مجدتي وقادرة تكوني أحسن وأحسن